سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب البداية في أصول الدين للإمام نور الدين الصابوني رحمه الله تعالى. كنا تحدثنا أو بدأنا الحديث المرة السابقة عن صفة التكوين، وصفة التكوين من معالم المذهب الماتريدي. يعني إذا قلت صفة التكوين مباشرة يأتي في ذهنك المذهب الماتريدي، لأن هذه المسألة من أبرز المسائل التي امتاز بها المذهب الماتريدي. ولذلك اضطر واحد زي أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى في كتابه تبصرة الأدلة إنه يرد على من يشنع على الماتريدية بأن قولهم بصفة التكوين لا سلف لهم فيه. فاضطر الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى يذكر كلاما طويلا حسنا، بل نسب هذا المذهب للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والحقيقة أن الإمام أبو حنيفة لم يصرح بهذا، وإنما فهم من كلامه هذا الأمر. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله فهم من كلامه نفس المسألة. القصد إنه هذه المسألة من المسائل المهمة التي يعني يعرف بها المذهب الماتريدي. هذه المسألة احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه صفة التكوين هي التي يرجع إليها كافة صفات الأفعال. احنا قلنا إنه الماتريدية يقسم الصفات الإلهية إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. وقلنا الصفات الذاتية هي التي يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها، زي العلم والقدرة. وهناك صفات فعلية وهي التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها ويوصف بضدها، زي الخلق والإحياء والإماتة والترزيق وإلى آخره. فإذن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية عند السادة الماتريدية. طيب، الصفات الذاتية مفهومة ولا إشكال فيها. الصفات الفعلية عند إخواننا الأشاعرة، هذه الصفات الفعلية جميعا هي من تجليات القدرة والإرادة، أو جميعها ترجع إلى القدرة والإرادة، أو هي زي ما بيقولوا كده تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. بالنسبة للماتريدية، الماتريدية يقولون إن صفات الأفعال كلها ترجع لا إلى صفة القدرة، ولكن ترجع إلى صفة إلهية أخرى اسمها صفة التكوين. فصفة التكوين هي التي يرجع إليها صفات الأفعال جميعاً، وهي من الصفات الذاتية. التكوين من الصفات الذاتية. ما هو التكوين؟ عرفوا التكوين وقالوا هو مبدأ إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. يعني بالتكوين يتم إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. أمال إيه هي القدرة عند الماتريدية؟ القدرة هي يعني القدرة هي التأهل للفعل، هي إمكانية الفعل، لكن التأثير ليس للقدرة، وإنما التأثير يكون لصفة أخرى، هي صفة ماذا؟ صفة التكوين كما قلنا. بدأنا المرة اللي فاتت وذكرنا قول الماتريدية، وكنا بدأنا في ذكر الأدلة التي استدل بها الماتريدية على هذه الصفة.
وكان مما استدل به قول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاستدلوا بهذه الآية وقالوا إن التكوين لا يكون بكلمة كن، وإنما التكوين يكون بصفة اسمها التكوين. أما قوله كن فيكون فهذا عند الماتريدية مجاز عن سرعة الإيجاد، مجاز عن سرعة الإيجاد وليس بقول حقيقي يقول الله سبحانه وتعالى فيه كن. فالتكوين يكون بصفة اسمها التكوين، إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود يكون بصفة اسمها التكوين. طيب، كنا وقفنا فين يا أخوانا؟ عند الأدلة. عند الأدلة. قال وأما المعقول، قال وأما المعقول فهو أن التكوين لو كان حادثا. الماتريدية يا أخوانا ماذا يقولون بالضبط؟ يقولون التكوين صفة قديمة ذاتية لله تعالى، أما المكون فهو حادث، يعني الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه الصفات جميعا ترجع إلى صفة اسمها التكوين. طيب المخلوق الذي سيخلقه الله، حصول الرزق في وقت معين، هذا حادث. فلذلك فرقوا بين التكوين والمكون. فالتكوين قديم، أما خروجه، أما حصوله، أما تجليه في الواقع فهذا حادث. طيب قال أما المعقول فهو أن التكوين، طبعا الماتريدية زي ما قلنا بيفرقوا بين التكوين والمكون، عند إخواننا الأشاعرة لا يفرقون بينهما، يقولون التكوين عين المكون ولا فرق بينهما، لكن الماتريدية يقولون التكوين والمكون أمران مختلفان، فهناك تكوين الذي هو صفة ذاتية لله، وهناك ما نتج عن هذه الصفة وهو أمر إيه؟ أمر حادث. لذلك يقولون له الخالقية ولا مخلوق. ما معنى الخالقية؟ معنى معين وجد في الذات الإلهية قبل أن يخلق الله الخلق، هذا المعنى كان موجودا. له الرازقية ولا مرزوق، ما هي الرازقية؟ معنى معين وجد في الذات الإلهية، هذا المعنى هو ما نسميه التكوين، به حصل الخلق، به حصل الترزيق ونحو ذلك. طيب قال وأما المعقول يعني الدليل العقلي فهو أن التكوين لو كان حادثا لا يخلو، إما أن كان حادثا بتكوين الله تعالى إياه أو بدون التكوين. يعني التكوين هل هو قديم أو حادث؟ الماتريدية يقولون التكوين قديم. طيب لو افترضنا أنه حادث وليس قديما، فالقسمة العقلية بتقتضي أنه لا يخلو، إما أن يكون حدث بما حدث، حدث بتكوين الله إياه، أو حصل بدون تكوين الله إياه. فإن قال بالأول يعني حصل بتكوين من الله، التكوين الحادث هذا حصل بتكوين من الله تعالى، فنقول ذلك التكوين قديم أم حادث أيضا. يعني هو بيقول إيه؟ التكوين حادث، نفترض أن تكوين حادث بما حدث، فإن حدث بتكوين من الله فهي السؤال هيظل موجود معانا، التكوين الآخر هذا الذي أحدث التكوين الأول بما حدث هو أيضا؟ إن قلت قديم فهو الذي ندعيه، وإن قلت حادث فالسؤال يعود إلى أن يتسلسل، يعني سينتج عن القول بحدوث التكوين التسلسل، والتسلسل باطل، فلا يبقى معنا بعد ذلك إلا أن يكون التكوين قديما حتى لا يتسلسل الأمر، والتسلسل كما تعلمون من المستحيلات العقلية. إذن يقول وأما المعقول فهو أن التكوين لو كان حادثا لا يخلو، إما أن كان حادثا بتكوين الله تعالى إياه أو بدونه، أو بدون هذا التكوين. إن قال بالأول يعني
من يدعي حدوث التكوين إن قال بالأول فنقول ذلك التكوين قديم أم حادث؟ هذا التكوين قديم أم حادث؟ إن قلت قديم فهو قولنا خلاص، أنت كده يعني أصبحت تقول ما يقوله الماتريدية، فهو الذي ندعيه، هذه دعوانا أصلا. وإن قلت حادث فالسؤال يعود إلى التسلسل، هنقول لك بما حدث؟ حدث بتكوين أو بتكوين أو بتكوين قديم أو بتكوين حادث. فهنفضل نسأل كده لحد ما تبص تلاقي نفسك وقعت في التسلسل، فإذا لا يكون أمام الخصم إلا أن يقر بقدم التكوين. قال فالسؤال يعود إلى أن يتسلسل، وإن قال بدون التكوين فنقول ممكن يقول هو لا، إحنا نقول أصلا بأنه هذا التكوين الحادث حصل بتكوين، لا حصل بحاجة تانية غير التكوين، حصل بشيء آخر يختلف عن التكوين. وإن قال بدون التكوين فنقول إذا جاز حدوث حادث بدون التكوين جاز أيضا حدوث جميع الحوادث. يعني إذا قلت إن في حاجة ممكن تحصل في الكون بدون التكوين، فإذا يمكن أن يقال إن الكون كله حصل بدون التكوين، فلا يكون الكون خلقا لله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من القول بالتكوين حتى نفسر خروج العالم من العدم إلى الوجود كما فهمه وكما يفهمه السادة الماتريدية. زي ما قلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت، الأشاعرة يعتبرون إن إخراج العالم من العدم إلى الوجود حصل بالقدرة والإرادة، حصل بالقدرة والإرادة. المسألة أو فهم المسألة عند الماتريدية مختلفة، إن هذا حصل بهذه الصفة التي اسمها صفة التكوين. قال وفيه تعطيل الصانع، فيه يعني القول بأن التكوين حادث فيترتب على ذلك أن تكون الحوادث بلا مكون، فهذا فيه تعطيل الصانع، يعني الاستغناء عن الصانع، يعني القول بأنه العالم حصل من نفسه دون الاحتياج إلى صانع، ونحو ذلك من الباطلات الواضحات. قال ولأن التكوين لو كان حادثا لا يخلو إما أن حدث في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرامية، وهذا فاسد. إحنا ليه بنقول كمان إن التكوين لابد أن يكون قديما؟ لأنه ذات الله سبحانه وتعالى لا يصح أن تكون محلا للحوادث، ذات الله لا يصح أن تكون محلا للحوادث، لا تحل فيها الحوادث، لأنه أهل السنة يقولون ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث. فإذا تصورنا أن تحدث الحوادث في ذات الله فهذا معناه أن ذات الله سبحانه وتعالى حادثة، وبالتالي أهل السنة قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، وهذا واضح جدا عند الماتريدية، فالصفات عندهم كلها قديمة، حتى صفات الأفعال قديمة، لأن كلها هي عبارة عن صفة التكوين، أو صفات الأفعال كلها ناشئة عن صفة ذاتية قديمة اسمها صفة التكوين. عند الأشاعرة أيضا ذات الله سبحانه وتعالى لا تحل فيها الحوادث، لأنه يفرقون بين القدرة كصفة قديمة لله سبحانه وتعالى وتجليات القدرة فيما يسمونه يقولون القدرة لها تعلقات، من تعلقاتها التعلق الصلوحي القديم، يعني صلاحية القدرة للإيجاد في الأزل، ثم لها تعلق آخر يسمونه التعلق التنجيزي الحادث. فهذا التعلق التنجيزي الحادث يعني إيجاد الكائنات في عالم الحوادث يكون بصفة القدرة، لكن مع تعلق القدرة هذا التعلق الذي يسمونه تعلق تنجيزي حادث، فالصفة قديمة لكن لها تعلقات حادثة. الماتريدية يقولون إن الإيجاد يكون بصفة أخرى اسمها صفة ماذا؟ صفة التكوين. طيب إذن لماذا نقول إن التكوين لا بد أن يكون قديما ولا يمكن أن يكون حادثا؟ لأنه لو كان التكوين حادثا لحدث في ذات الله شيء، ولا يجوز أن يحدث في ذات الله شيء، لأن ذات الله سبحانه وتعالى
لا يمكن أن توصف بالحوادث ولا يمكن أن تحل فيها الحوادث. قال: ولأن التكوين لو كان حادثا لا يخلو إما أن حدث في ذات الله تعالى كما ذهبت إليه الكرامية، وهذا فاسد لما فيه من جعل القديم محل للحوادث. الكرامية يقولون ذلك، والكرامية من فرق المجسمة، من فرق المجسمة. والقول بحلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى مما نسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وهذا فاسد لما فيه من جعل القديم محل للحوادث. وإما أن حدث لا في محل، يعني هذا الحدوث حدث في ذات الله، يبقى هذا باطل. طيب الخيار الثاني، إنه حدث لا في محل كما ذهب إليه ابن الراوندي وبشر بن المعتمر. طبعا ابن الراوندي هذا رجل يعني قصته في غاية العجب، اقرأوا حضراتكم قصته في كتاب سير تاريخ الإسلام للذهبي. نعم، تاريخ الإسلام للذهبي، تجدون إن هذا الرجل كان من الأذكياء، كان من أذكياء العالم، كان يهوديا ثم أسلم. لما أسلم طبعا صار من أهل السنة، ثم بعد ذلك انقلب على أهل السنة فصار معتزليا، وألف كتبا في الرد على أهل السنة. وطبعا لما أسلم قبل ذلك ألف كتبا في الرد على اليهودية، ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وصار شيعيا، وألف كتبا في الرد على المعتزلة، ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وألحد وألف كتبا في الرد على الإسلام. وأشهر كتبه اللي بتذكر في كتب التراجم، وهي كتب غير موجودة لم تصل إلينا، كتاب اسمه الزمردة في نقد النبوات، وكتاب آخر اسمه الدامغ في نقد القرآن. فابن الراوندي هذا من الشخصيات العجيبة جدا، التي يعني أنا شخصيا بقول إنه من أكبر مصادق ومن أكبر الدلائل ابن الراوندي على إنه العلم وحده دون توفيق لا يكفي، يعني لابد مع العلم والاجتهاد والذكاء التوفيق الإلهي، وإلا الإنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه هيضيع. فابن الراوندي نموذج على هذا. لذلك الذهبي بعدما أورد ترجمة ابن الراوندي قال: فلعنة الله على الذكاء بلا تقوى، فلعنة الله على الذكاء بلا تقوى. بشر بن المعتمر من رؤوس المعتزلة، قال: فابن الراوندي لما كان معتزلي بقى، يعني هو بيتكلم هنا عن مرحلة من مراحل ابن الراوندي وبشر بن المعتمر، ماذا قالوا؟ قالوا إنه تكوين الحوادث حصل ليس في ذات الله، لأنه المعتزلة أيضا يقولون كما يقول أهل السنة إنه لا يمكن أن تكون الذات الإلهية محلا للحوادث. فقالوا إنه حدث لكن لا في محل، ولأن التكوين نعم وهو محال لاستحالة وجود الصفة لا في محل. يعني إحنا زي ما درسنا في البداية خالص إنه العالم عبارة عن أعيان وأعراض، العالم عبارة عن أعيان وأعراض، فالأعراض تحتاج دائما أو الصفات تحتاج دائما أن تكون في شيء، تكون في محل. فالسواد ما فيش سواد لوحده كده، ولكن في سواد الموبايل، في سواد الكمبيوتر، في سواد المحفظة، في سواد الطاولة، هكذا. فإذا لابد للصفات من أن توجد في محل، فيستحيل أن توجد الصفة لا في محل كما يقول الشيخ، وهو محال لاستحالة وجود الصفة لا في محل. فلابد إذن، إذا قلنا بأن التكوين صفة فلابد أن يكون لها محل، ومحلها الأليق هو ذات الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت في ذات الله فهي قديمة. هكذا العملية رياضية بهذا الشكل. قال: وهو محال لاستحالة وجود الصفة لا في محل، ولأن التكوين إذا لم يكن قائما بمحل لم يكن اتصاف ذات به أولى من اتصاف ذات أخرى. يعني إذا افترضنا جدلا وتنزلنا لما يقوله هؤلاء من أن التكوين حدث لكن لا في محل، فعندها سنقول إنه لا يمكن أن تتصف به ذات. معنى ذلك أن التكوين لن يتصف به شيء، يعني التكوين لن يعمل عمله، يعني لن يكون شيء في هذا العالم. لأن التكوين علشان يتعلق مثلا بخلق فلان من الناس تعلق به ثم وجد بعد تعلق التكوين به، فصار مكونا بصفة التكوين القديمة،
طيب فإذا قلنا إن التكوين حادث لا في محل، فإذا لا يمكن لهذا التكوين بعد ذلك أن يحل في شيء أو أن يعمل عمله في شيء لاحتياجه عندئذ إلى وجود مرجح. ما الذي سيرجح تعلقه في لحظة معينة بشيء محدد دون الشيء الآخر الذي يساويه في إمكانية أن يتعلق به؟ فإذا سيترتب على ذلك محالات عقلية أيضا. قال: وهو محال لاستحالة وجود الصفة لا في محل، ولأن التكوين إذا لم يكن قائما بمحل لم يكن اتصاف ذات به أولى من اتصاف ذات آخر. وإما أن حدث أو وأما إن حدث في ذات آخر كما قال أبو الهذيل: إن تكوين كل جسم قائم بذلك الجسم، فيلزم من هذه أن يكون كل جسم خالقا. أبو الهذيل بقى إيه؟ جاب أبو الهذيل العلاف أيضا من رؤوس المعتزلة، ماذا يقول؟ يقول إن تكوين كل جسم من ذاته، يعني لما نقول مثلا، بدل ما نقول كما يقول ماتريدية كون الله محمدا من الناس مثلا، ومحمد هذا مكون بتكوين قديم من الله سبحانه وتعالى، ومحمد هذا مكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، لم يحصل بنفسه ولم يكون نفسه، هذا ما يقوله أهل السنة الماتريدية. يجي أبو الهذيل العلاف يقول لك: لا، محمد مكون تكوينا حادثا بتكوين من ذاته من نفسه. ما معنى هذا الكلام يا أبا الهذيل؟ معنى هذا الكلام إنه محمد خلق نفسه، أوجد نفسه، كون نفسه، وهذا الكلام في غاية البطلان. يقول: إن تكوين كل جسم قائم بذلك الجسم. طبعا هذا الكلام إحنا ممكن نفهمه اتساقا مع مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة الذين يقولون إنه هناك قوة ذاتية أودعها الله في الأشياء. فيبدو أن هذا الرأي سرى عندهم إلى هذه المسألة أيضا، فيبدو أن عندهم أيضا أن هناك قوة ذاتية في الأشياء وفي الأجسام حتى تكون من نفسها. وإن قالوا طبعا، يعني المعتزلة مسلمين لا يقولون أنه لا خالق، ولكن يقولون إن الله أودع هذا في كل جسم من الأجسام أو في كل شيء من الأشياء، فكون نفسه وخلق نفسه وصنع نفسه. قال: إن تكوين كل جسم قائم بذلك الجسم، فيلزم من هذه أن يكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه. طبعا هذا الكلام عند أهل السنة في غاية البطلان. ليه؟ لأنه في تعطيل الصانع سبحانه وتعالى. وأهل السنة يفهمون، من الأشاعرة والماتريدية يفهمون، إنه صفة القدرة عامة لا حدود لها، صفة العلم عامة لا حدود لها، صفة الإرادة عامة لا حدود لها، صفة التكوين عامة لا حدود، لا يمكن أن تتعطل هذه الصفات. يعني أنت لما تقول فلان كون نفسه أو فلان أوجد نفسه بشيء أو بخصيصة أو دعها الله سبحانه وتعالى فيه، معنى ذلك إن القدرة أو التكوين، القدرة عند الأشاعرة والتكوين عند المعتزلة، جه عند حدود هذه الدائرة وتوقف ولم يعمل ولم يفعل، وهذا باطل، لأن القدرة شاملة كما هو نص القرآن العظيم. فإذا يقول: وفيه تعطيل الصانع على أن هذا الكلام لا يصح في الأعراض، لما أن قيام الشيء بالعرض محال. يبقى إذا من ناحية هنقول إنه هذا الكلام، كلام أبو الهذيل العلاف، سيترتب عليه تعطيل الصانع سبحانه وتعالى وتعطيل صفاته سبحانه وتعالى عن الخلق وعن القيام بمهمات الربوبية، كما أنه من ناحية أخرى لا يصح في الأعراض بعد ما عرفنا الأعراض وعرفنا خصائصها. ما هو إحنا عقلاء وبنتكلم في كلام يفهمه العقلاء، تمام؟ فالتكوين ده صفة من الصفات. طيب هذه الصفة لابد أن تقوم في شيء، لابد أن تكون نابعة من شيء، لا يمكن أن تكون موجودة وحدها. فمعنى كلام أبو الهذيل العلاف إيه؟ قال: على أن هذا الكلام لا يصح في الأعراض، بما أن قيام الشيء بالعرض محال. الشيء لا يقوم بالعرض، وإنما العرض يقوم بالشيء. يعني العرض لا يمكن أن يكون هو الموجد للشيء. طيب، وإنما
العرض يقوم بالشيء. قال ولأن التكوين لو كان هو المكون، طبعا هذه المسألة من المسائل أيضا الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، عندنا تفريق بين التكوين والمكون كما قلنا. فالتكوين صفة ذاتية قديمة يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى منذ الأزل، هذه الصفة عندما تتوجه إلى أن تخلق فلانا من الناس أو أن ترزق فلانا من الناس يحصل شيء اسمه المكون. طيب التكوين قديم، المكون إيه؟ حادث. المكون حادث. قال ولأن التكوين لو كان هو المكون، طبعا احنا بنفرق اهو بين التكوين والمكون، بخلاف الأشاعرة الذين يقولون إن التكوين هو عين المكون، لا فرق بين التكوين والمكون. نحن نقول هناك فرق بينهما، والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، موجودة في تفسير الإمام الماتريدي وموجودة في كتب السادة الماتريدية، وربما الشيخ يأتي ببعضها. قال ولأن التكوين لو كان هو المكون أو قائما به لكان وجود المكون بنفسه، لكان وجود المكون بنفسه واستغنى في وجوده عن غيره فيكون قديما. والخصم إنما امتنع عن القول بقدم التكوين تحرزا عن القول بقدم المكونات. لما تيجي تسأل إخواننا الأشاعرة أو غيرهم لماذا لم تقولوا بأن التكوين قديم، قال لك لو قلنا بأن التكوين قديم سيلزم عن ذلك القول بقدم العالم، سيلزم عن ذلك القول بقدم العالم. فلذلك نحن نقول إن التكوين حادث. فالماتريدية حتى لا يقول، والماتريدية لا يقولون بقدم العالم، فالماتريدية حتى يردوا على من يعترض عليهم في هذا قالوا نحن لا نقول بقدم العالم ونفرق بين التكوين والمكون، فالمكون عندنا حادث والتكوين قديم. قال والخصم إنما امتنع عن القول بقدم التكوين تحرزا عن القول بقدم المكونات، لا يريد الخصم أن يقول بقدم العالم، ونحن أيضا لا نقول بقدم العالم. وقد وقع فيما تحرز عنه مع ركوب هذا المحال، يعني عندما فرق بين التكوين والمكون أوقعه ذلك في محالات ربما يؤول بعضها إلى القول أيضا بقدم العالم. الإمام الماتريدي رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه، والإمام أبو المعين النسفي رحمه الله في كتبه، بيؤكد دايما على فكرة التفريق بين التكوين والمكون. فهنلاقي مثلا واحد زي أبو المعين النسفي يقول قال أهل الحق نصرهم الله إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، فكان التكوين أزلية والمكون حادثة كالقدرة كانت أزلية والمقدور حادثة وكذلك الإرادة والمراد. يعني قول الماتريدية لماذا يستغرب؟ يعني لما تذهب للإخوة الأشاعرة أو غيرهم هتلاقيهم بيقولوا القدرة قديمة، طب المقدور الذي وجد بالقدرة هيقول لك حادث، فنقول لهم ما احنا بنعمل نفس الكلام في التكوين والمكون، لكننا جعلنا التأثير للتكوين وأنتم جعلتم التأثير في الإيجاد للقدرة، فقولنا هو قولكم. فإذا كنا وقعنا في المحال الذي هو القول بقدم العالم كما تدعون، فقد وقعتم أيضا في هذا القول من حيث لا تدرون، وقد وقع فيما تحرز عنه مع ركوب المحال. ثم قال ولأن السواد لما كان مكونا وهو بعينه تكوين عندكم فكل ذات قام به السواد قام به التكوين لا محالة ضرورة اتحادهما، فإذا وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به، الذات هنا مراد بها أي ذات، يعني أي شيء مخلوق. يعني لو قلنا مثلا الأرض سوداء مثلا، فالأرض مخلوقة، فيقول فإذا وصفت الذات بأنه أسود أو الحيوان مثلا البقرة الأسد كذا إلى آخره، فإذا وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به لزمك أن تصفه بأنه مكون لقيام التكوين به،
وإذا لم تصف الله تعالى بأنه أسود، بأن السواد لم يقم به، لا يمكنك أن تصفه بأنه مكون، لأن التكوين لم يقم به. هذا كالخبر متى كان صدقا فكل ذات قام به الخبر كان مخبرا صادقا، وكل ذات لم يقم به الخبر لم يكن مخبرا ولا صادقا، ضرورة اتحادهما. يعني حضرتك الآن لما بتخبرني بشيء، طيب فهناك اتحاد بين الخبر والمخبر، هناك اتحاد بين الخبر والمخبر. نحن الآن لما نقول خلق الله سبحانه وتعالى، أو عندما نقول مثلا هذه البقرة سوداء، ما معنى أنها سوداء؟ هناك اتحاد بين البقرة وسوادها، هناك اتحاد بين البقرة وسوادها، ضرورة اتحادهما. يقول ولأن السواد، نقرأ العبارة مرة أخرى، يقول ولأن السواد لما كان مكونا وهو بعينه تكوين عندكم، فكل ذات قام به السواد قام به التكوين لا محالة، يعني التكوين سار في كل المخلوقات. طيب ضرورة اتحادهما، ضرورة اتحادهما، يعني حتى نثبت، يعني الشيخ هنا يريد أن يثبت حدوث المكون، حدوث ماذا؟ المكون. فيقول إن حدوث المكون كيف نصل إليه؟ عن طريق إثبات حدوث السواد الذي هو الأعراض. فإذا ثبت حدوث الأعراض يمكن أن توصل من خلاله إلى حدوث الذات التي فيها أو العين التي فيها هذا العرض. قال فإذا وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به، وإحنا قلنا من شوية إن السواد حادث، لازمك أن تصفه بأنه مكون، يعني حادث. يعني إذا قلت إن السواد حادث، طيب فإذا العين التي فيها هذا حادث، طيب لقيام التكوين به، لأن الصفة تقوم بهذا الشيء ولا يستغني هذا الشيء عن صفته، وإذا كانت الصفة حادثة فهذا الشيء أيضا حادث، لأنه لا ينفك أبدا عن الصفة ولم يوجد أبدا بدون هذه الصفة. طيب وإذا لم تصف الله تعالى بأنه أسود، بأن السواد لم يقم به، يعني كما يريد أن يدعي الخصم بأن التكوين لم يقم بالله سبحانه وتعالى، هو يريد أن يقول إن التكوين حادث. ما معنى أنه حادث؟ أنه لم يقم بذات الله سبحانه وتعالى. إحنا قضيتنا هنا أننا نريد أن نثبت أن التكوين قائم بذات الله، وإذا كان قائما بذات الله فينبغي أن يكون قديما، لأن ذات الله لا تحل فيها الحوادث. قال وإذا لم تصف الله تعالى بأنه أسود، بأن السواد لم يقم به، يعني أنت عايز تقول إنه التكوين، أنت عايز تقول إنه التكوين صفة الله لكنه لم يقم بالله سبحانه وتعالى، لا يمكنك أن تصفه بأنه مكون. يعني أنت عندها إذا قلت إنه الله سبحانه وتعالى مكون دون أن يتصف بالتكوين، فأنت عندها يعني تناقضت، لأنك نسبت لله شيء لم يقم به، لأن الذات لا توصف بوصف إلا إذا كان هذا الوصف قائما بها، فإنت يستحيل إنك تقول الله كون العالم دون أن يكون التكوين صفة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان صفة لله فينبغي أن يكون قديما كما قلنا. قال وإذا لم تصف الله تعالى بأنه أسود، بأن السواد لم يقم به، يعني بمعنى أن السواد لم يقم به، لا يمكنك أن تصفه بأنه مكون، لأن التكوين لم يقم به، يعني لا يمكنك أن تصف ذاتا بشيء إلا إذا قام بها هذا الوصف. ما ينفعش تقول فلان سارق إلا إذا قام به وصف السارقة، فلان، ما ينفعش تقول عالم إلا إذا قام به وصف العلم، ما ينفعش تقول فلان صادق إلا إذا قام به وصف الخبر، الإخبار بالصدق، وهكذا. ما ينفعش تقول الله مكون دون أن يكون قام به وصف هو التكوين. واضح يا شباب؟ قال لأن التكوين لم يقم به، هذا كالخبر متى كان صدقا فكل ذات قام به الخبر كان مخبرا صادقا، يعني ما تقدرش تسمي حد صادق إلا إذا قام به وصف معين هو أنه أخبر بخبر صادق، وإلا لا يصح أن تصفه بهذا الوصف أصلا. وكل ذات لم يقم به الخبر لم يكن مخبرا ولا صادقا، ضرورة اتحادهما، لأنه هناك اتحاد بين ماذا وماذا؟ بين
الصفة وموصوفها، وإلا لا يصح أن تكون الصفة صفة لموصوفها إلا إذا كان متحدين. فإن قيل لو كان التكوين أزليا وهو قائم بذات الله تعالى لتعلق وجود العالم به في الأزل، نفس الفكرة، وهي إنه إذا قلنا إن التكوين أزلي معنى ذلك أن العالم متعلق بالله أزلا، معنى ذلك إن العالم قديم، فيكون العالم قديما لا حادثا. ده اعتراض وجيه. طيب قلنا متى سلمتم، ده رد الماتريدية يا إخواننا، يعني الآن سيعترض على الماتريدية بالقول بأنه إذا كان التكوين الذي به يخرج الله عز وجل الموجودات من العدم إلى الوجود، الذي هو مبدأ إخراج الكائنات من العدم إلى الوجود، الذي هو مبدأ التخليق والترزيق والإحياء والإماتة، إذا قلنا إنه قديم فيلزم عن ذلك أن الخلق قديم، أن الإحياء قديم، أن الإماتة قديمة، فيكون كل شيء في العالم قديم، فيكون العالم قديما. دي الدعوة. طيب قلنا متى سلمتم بتعلق وجود العالم بالتكوين؟ فقد سلمتم بحدوث العالم، إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بغيره. يعني نفس دعواك بتثبت إن العالم حادث، نفس دعواك لو أيقنت أو لو أبصرت فيها تناقض، لأن القديم لا يتعلق بغيره، القديم لا يتعلق بغيره. فإذا كان العالم متعلقا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أنه حادث، أنه حدث بهذه الصفة، وما تعلق وجوده بغيره فهو حادث. خلاصة المسألة أننا لا نقول بقدم العالم، لأننا نفرق بين التكوين والمكون، فالمكون الذي هو العالم حادث. طيب الإمام الماتريدي رحمه الله، يعني طبعا المسألة قد يكون فيها بعض الغموض، الإمام الماتريدي رحمه الله في كتاب التوحيد بيقول إنه معنى التكوين قد لا يبلغه فهم البشر، قد لا يبلغه فهم البشر، لذلك عبر الله عز وجل عنه بقول خفيف سريع وهو كن، يقول على أن معنى التكوين وإن كان لا يبلغه فهم البشر لأمكن الأداء بأيسر قول يحتمله من القول بكن، كل شيء على ما علم أنه يكون فيكون به، مكونا كل شيء على ما عليه كونه في وقت كونه من غير تكرار، وفيه يدخل الأمر كله والنهي والوعد والوعيد، ويصير إخبارا عن كائن وعما لا يكون، وعلى اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا، لكن وسع الخلق لا يحتمل درك التكوين الذي لا يشغل ولا يتعب. إذن كل شيء يحصل في الكون عند الماتريدية يكون بصفة التكوين، كل أمر، كل نهي، كل وعد، كل وعيد، كل إخبار، كل أحوال الكائنات يا أخوانا تكون بصفة ماذا؟ بصفة التكوين الإلهية التي أطبق السادة الماتريدية وأجمعوا على أنها من صفات الله سبحانه وتعالى، مع تأكيدهم على أن هناك فرق واضح بين التكوين كصفة ذاتية لله وبين المكون الذي هو تجليات هذا التكوين في الواقع المشاهد. والسؤال إنه هذا سيترتب عليه قدم العالم، نقول سؤالك في حد ذاته دليل على أن العالم حادث، لأنه القديم لا يتعلق بغيره، فكون إن العالم متعلق بصفة التكوين معنى ذلك أنه حادث بواسطتها أو حادث بصفة التكوين. ثم نقول التكوين في الأزل ما كان ليكون العالم به في الأزل، يعني لا يلزم من أن يكون التكوين أزلي أن يكون العالم أزلي، بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده، يعني وقع في علم الله سبحانه وتعالى أن التكوين أزلي لكنه لا يظهر إلا في وقت معين، يعني ميلاد فلان من الناس في هذا اليوم من الشهر في هذه الساعة التي نتحدث فيها، الله عز وجل كونه هذا المكون، فلان الذي ولد هذا مكون حادث، لكن تعلقت به صفة الله القديمة اللي اسمها التكوين أزلا، يعني وقع في علم الله أزلا أن فلان من الناس سيولد في هذه الساعة،
فخرج من العدم إلى الوجود بصفة التكوين، والمكون نفسه الذي ولد في هذه الساعة حادث وليس قديما. قال: ثم نقول التكوين في الأزل ما كان ليكون العالم به في الأزل، بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده. يعني احنا بنقولش انه التكوين قديم والمكونات المتعلقة او المرتبطة بهذا التكوين قديمة ايضا، ولكن نقول انها لا تظهر الا في وقت معين، لا تظهر الا في وقت معين، لكن تعلقت بهذا الشيء صفة التكوين القديمة. بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده. وقت وجوده معنى ذلك يا أخوانا إن صفة التكوين ما زالت تعمل في العالم في كل وقت. صفة التكوين سارية في سائر المخلوقات في كل لحظة، هناك تكوين جديد. لذلك الله عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن فيكون دي شغالة معنا طول الوقت، طول الوقت شغالة معنا، لا تتوقف أبدا، سبحان الله. إذن يقول: بل ليكون كل شيء كائنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته. وتكوينه باق من الأزل إلى الأبد، يعني شغال لا يتوقف لا يتعطل عن العمل. فيتعلق وجود كل شيء وقت وجوده بتكوينه الأزلي. يعني لما تسألني أنا دلوقتي جالي رزق، كيف جاءني هذا الرزق؟ تعلق تكوين الله سبحانه وتعالى به أزلا، لكنه ظهر في لحظة معينة. فالترزيق أو المرزوق هذا حادث، الرزق الذي جاءني هذا حادث، لكنه تعلق بصفة قديمة اسمها التكوين. فلان من الناس الذي خلق، أو النبتة التي خرجت من الأرض، هذه النبتة ظهرت الآن لكن تعلق بها تكوين أزلي من الله سبحانه وتعالى. يقول: وتكوينه باق من الأزل إلى الأبد، فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوده. طيب وقت وجوده إيه اللي حصل وهو بيوجد وهو بيخرج من العدم إلى الوجود؟ إيه اللي حاصل؟ تعلق به تكوين أزلي. يعني كأنه كده مع التبسيط، كأنه في خيط رفيع بيحرك هذا الكون، زي بالضبط كده مسرح العرائس. مسرح العرائس في عندنا حد ماسك خيوط العرائس وبيحركها من بعيد لبعيد. فهناك تكوين أزلي، النبتة اللي بتخرج من الأرض دي بتخرج بتكوين أزلي، الخط عند ربنا سبحانه وتعالى في الأزل، إذا افترضنا إنه الزمان خط مستقيم. فإذا هناك ارتباط بين هذا الفعل الذي يحصل الآن، يعني كلامي حتى أنا الآن مع حضراتكم وفق ما يفهمه السادة الماتريدية، هذا الكلام الذي يصدر عني الآن متعلق بتكوين أزلي من الله سبحانه وتعالى، لكنه حين يخرج يكون حادثا، لكن تعلق به التكوين الأزلي وأراده الله سبحانه وتعالى أزلا، ثم خرج من العدم إلى الوجود بصفة التكوين. قال: فيتعلق وجود كل موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلي. هذا كمن علق طلاق امرأته في شعبان بدخول رمضان، يعني هو نطق بالطلاق في شعبان وقال لها ستكونين طالق في شهر ماذا؟ في أول رمضان. فهي لما طلقت في أول رمضان بما وقع طلاقها؟ بالكلمة التي قالها في شعبان، بالكلمة التي قالها في شعبان وقع طلاقها. لكن متى وقع الطلاق؟ لما جاء رمضان. فنفس الكلام بنقوله في صفة التكوين، الله عز وجل قال كن فيكون أزلا وكون المكونات أزلا، لكن أراد أن توجد في أوقات متفاوتة في أحداث متتابعة مع تعلق التكوين الأزلي بها، ولله المثل الأعلى. قال: هذا كمن علق طلاق امرأته في شعبان بدخول رمضان. يبقى التعليق حكما إلى رمضان. يعني حضرتك الآن إذا ربنا كان كتب لك أن يبقى لك مثلا مولود في يوم الأيام اسمه صلاح الدين على سبيل المثال، فإذا أنت عند الله عز وجل لك ابن اسمه صلاح الدين، تعلق به التكوين الأزلي حكما، فهو موجود حكما. طيب لما ربنا يأذن ويوجد في الوقت المحدد الذي حدده الله، سيكون موجود فعلا، فيكون مخلوقا مكونا ليس قديما، وإنما حدث في وقت محدد.
قال يبقى التعليق حكما إلى رمضان ليقع الطلاق وقت وجوده بذلك التعليق. وكمن جرح إنسانا يوم السبت فسار وتعدى حتى مات المجروح يوم الجمعة. فهتقول يوم الجمعة هو مات بإيه؟ ما سبب موته؟ الجرح اللي اتجرحه امبارح. سبب موته الجرح اللي اتجرحه امبارح. فإذا كان الجارح قاتلا من يوم السبت، وإن ظهر أثره يوم الجمعة فكذا هذا. والقاطع للشغب، ثم يقول الشيخ: والقاطع للشغب أن نقول: هل تعلق وجود العالم بذات القديم أو بصفة من صفاته عندكم أم لا؟ إن قالوا لا فقد صرحوا بتعطيل الصانع. يعني هنقول هذا العالم أوجده الله عز وجل متعلق بذاته، ولا أوجد العالم نفسه؟ نحن نقول إن هذا العالم وجد متعلقا بذات الله تعالى، يعني وجد بعد إرادة وتكوين وقدرة من الله سبحانه وتعالى على وجوده. هل تعلق وجود العالم بذات القديم أو بصفة من صفاته عندكم أم لا؟ إن قالوا لا، لم يتعلق لا بالذات ولا بالصفات، فقد صرحوا بتعطيل الصانع. وإن قالوا نعم، قلنا: هل اقتضى ذلك قدم العالم أم لا؟ فكل جواب لكم عنه فهو جوابنا في التكوين. يعني أي حاجة هيقولها منكر التكوين هو جوابنا بالضبط، لأن منكر التكوين خاصة من المعتزلة والأشاعرة يقولون بأن العالم حادث وصفة القدرة قديمة، فكل جواب لهم سيقولونه إذا سألناهم هذا السؤال هو جوابنا بالضبط. فهل تعلق وجود العالم بذات القديم؟ هل هذا العالم أثر عن ذات القديم؟ نعم. كيف تعلق؟ كل حاجة هتقولوها إحنا هي نفس جوابنا عن صفتي التكوين. يقول: على أن عند الأشعري تعلق وجود العالم بخطاب كن فيكون تكوين. دي مسألة مهمة. الأشاعرة كما قلت لحضراتكم يعتبرون إنه خطاب الله عز وجل بقوله كن هذا خطاب حقيقي، يعني الله عز وجل قال، تكلم بكلمة كن بغير حرف ولا صوت كما قلنا قبل ذلك. طيب، فهو خطاب ماذا؟ خطاب حقيقي من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الايه، بخلاف الماتريدية الذين قالوا إن كلمة كن مجاز وليست حقيقية، ولكنها عبارة عن تعبير عن سرعة الإيجاد، تعبير عن سرعة الإيجاد، أو مجاز عن سرعة التكوين، عبارة عن سرعة التكوين. طيب، الإمام أيضا الماتريدي له عبارة لطيفة في تأويلات أهل السنة، يقول فيها: ليس هو قول الله، وهي مجاز عن سرعة التكوين، إذ ليس هو قول من الله أن كن بالكاف والنون، ولكنه عبارة بأوجز كلام يؤدي المعنى المفهوم التام، إذ ليس في لغة العرب كلام التحقيق بحرفين، كلام التحقيق بحرفين يؤدي المعنى المفهوم أوجز من هذا. ليس في كلام العربي كلام يعني يحقق المعنى هذا بحرفين أوجز من هذا. يعني لو كان في كلام العربي كلام أوجز من هذا للتعبير عن سرعة إيجاد الله تعالى للكائنات لعبر به ربنا سبحانه وتعالى، لكن لأنه شاء أن يكون القرآن بلغة العرب فلا وجود لكلمة أبسط ولا أخصر من هذه في لغة العرب، فهو زي ما قلنا مجاز عن سرعة الإيجاد. يقول: على أن عند الأشعري تعلق وجود العالم بخطاب كن فيكون تكوينا، وأنه قديم قائم بذات الله تعالى، فيكون مناقضا لقوله في مسألة التكوين. يعني هو كيف يقول الأشعري بأن الله قال قديما كن مع قوله بحدوث العالم أيضا، مع قوله بأنه خطاب حقيقي؟ هذا تناقض كما يقول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى.
فين التناقض يا أخوانا؟ إنه الله قال كن، وهذه الكلمة قديمة. طيب إذا قال الله كن، فهل يتخلف، هل يتخلف فعله عن قوله سبحانه وتعالى؟ يعني هل ممكن الله يقول عالم كن فلا يكون مثلا؟ إذن إذا قال الله كن حقيقة ينبغي أن يكون العالم، فيترتب على ذلك أن يكون العالم قديما، فيكون الإمام الأشعري رحمه الله وقع فيما هرب منه أو تناقض على أقل تقدير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أنا عايز أقرأ لحضراتكم الكلام اللي قاله الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى عن القائلين بصفة التكوين من السادة الماتريدية. ماذا يقول الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى؟ وهذا النص الحقيقة من النصوص الجميلة اللي بتظهر لحضراتكم أيضا إن الإمام الماتريدي ليس هو يعني سوى محقق من محققي مذهب السلف رحمهم الله تعالى، لأنه بيذكر أبو المعين النسفي هنا رجال وجدوا قبل الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. يقول: أما ما زعموا، النص فيه تبصرة الأدلة يا إخوانا، يقول: أما ما زعموا أن هذا قول حادث لا أصل له في السلف ولا قائل به من الأئمة فقول باطل. لأنه المعترض على الماتريدية قال لهم: أنتم يعني لماذا انفردتم بهذا القول ولا يوجد قائل بهذا إلا أنتم، وهذا الكلام لا تعرفه السلف، لا يعرفه السلف الصالح. فبيرد عليهم أبو المعين النسفي فيقول: أما ما زعموا أن هذا قول حادث لا أصل له في السلف ولا قائل به من الأئمة فقول باطل صدر عن جهل بمذاهب السلف، وذلك أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية، وهو ما لا يخفى درجته وعلو رتبته في معرفة أقاويل سلف الأمة على العموم ومعرفة أقاويل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على الخصوص، قال في كتابه المسمى العقائد الذي افتتحه فقال: صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف ويعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله، ثم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن قال: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، ثم قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. إذن هناك خالقية وصف بها ربنا سبحانه وتعالى في الأزل، هناك معنى وجد في الذات الإلهية مكنت الذات الإلهية من أن تخلق في لحظة محددة، له معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالقية ولا مخلوق. وأراد بقوله قبل خلقه أي قبل مخلوقاته، ألا ترى أنه قال: ولم يزدد بكونهم شيئا، يعني الله موصوف بالخلق قبل أن يخلق، موصوف بالترزيق قبل أن يرزق، ولم يزدد بكونهم شيئا، ولم يقل بكونه، ولأنه لو أراد به صفة الخلق لم يقل ولم يزدد، فهو لم يرد صفة الخلق وإنما أراد الصفة الجامعة التي منها صدر الخلق، وهي صفة ماذا؟ صفة التكوين. قال: في هذا إشارة إلى الدليل في المسألة، وهو ما بينا أنه لا يجوز أن يستفيد بالمخلوقين صفة مدح. يعني هل ربنا زاد شيء لما خلق المخلوقين؟ الإجابة لا، لا يجوز أن يستفيد بالمخلوقين صفة مدح. فإن قولا، ثم يقول أبو المعين: فإن قولا كان أبو حنيفة رحمه الله وكبار أصحابه قائلين به مع تبحرهم في أنواع العلوم وتقدم زمانهم لحقيق ألا ينسب إلى الحدوث بعد 400 من سني الهجرة، وجهالة من نسبه إلى ذلك ظاهرة. يعني اللي هيقول بأن هذا قول حادث حدث بعد 400 هذا شخص غير محقق وجهالته ظاهرة واضحة. ثم يقول: ثم إن أصحاب أئمة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله رحمة الله عنهم السالكين طريقته في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ما وراء النهر وخراسان من مر وبلخ وغيرهما كلهم من في قديم الزمان كانوا على هذا المذهب، كانوا على هذا المذهب
هذا المذهب اللي منهم مين؟ اللي منهم أبو مقاتل السمرقندي رحمه الله، الذي كان رئيس أهل السنة في سمرقند في عصر أبو حنيفة، يعني قبل الإمام الماتريدي يا أخوانا، قائل أيضا بهذا الإيه؟ بهذا المذهب. ثم يذكر بعد ذلك الطبقة التالية، الطبقة اللي هي قبل طبقة أبو منصور الماتريدي، فيقول: وأئمتنا بسمرقند الجامعون بين علم الأصول والفروع، الذابون عن حريم الدين، المناضلون عنه، الذين طهر الله بسبب غزارة علومهم وتبحرهم في علم الكلام وصلابتهم في الدين وتشددهم على أهل البدع والضلال، هذه الديار عن أوضار أهل الزيغ والبدع عامة كانوا على هذا الرأي من لدن أيام الشيخ أبي بكر رحمه الله، أحمد بن إسحاق بن صبيح الجوزجاني أو الجزجاني، صاحب أبي سليمان الجزجاني، تلميذ محمد بن الحسن رحمه الله، وكان في أنواع العلوم على الخصوص والعموم في الذروة العليا والرتبة السامية، ومن رأى تصانيفه ككتاب الفرق والتمييز وكتاب التوبة وغيرهما لعرف جلالة قدره إلى زماننا هذا. ومن كان صاحب تلميذ محمد بن الحسن رحمه الله كيف يكون ناشئا بعد 400؟ يعني كيف يقال إن هذا رأي نشأ بعد 400 وهو مروي عن هؤلاء الأئمة العظام؟ ثم قال: ثم تلميذه الشيخ أبو النصر أحمد بن العباس بن الحسن ابن جبلة ابن غالب ابن جابر ابن نوفل ابن عياض ابن يحيى ابن قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصاري، سيدنا سعد بن عبادة الأنصاري رحمه الله سيد الخزرج، كان على هذا الرأي، اللي هو أبو نصر العياضي. هذا الرجل كان أنصاريا وعاش في سمرقند، حتى قيل إنه وغالب الباحثين على إنه الإمام الماتريدي أيضا من نسل الأنصار، عربي من نسل الأنصار. يقول إنه هذا الرجل كان على هذا الرأي أيضا، وهو من شيوخ الماتريدي، وهو الذي استشهد، يقول: وهو الذي استشهد في ديار الترك في أيام نصر بن أحمد. ساعتها ديار الترك ما كانوش مسلمين، وإنما كانت هذه البلدان سمرقند وما وراء النهر، هذه كانت ديار مختلطة فيها جنسيات مختلفة، غالبهم الفرس والعرب. يقول إنه استشهد في ديار الترك إذ كان يداوم على جهاد أعداء الله تعالى الكفرة، وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشا وشدهم شكيمة، وكان في العلم بحرا لا يدرك قعره، إماما في الفروع والأصول لا يدانيه غيره، ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات وما أتى به فيه من الدلائل على صحة قولي المعتزلة والنجارية لعرف تبحره في ذلك، إلى آخره. يعني إيه بيسرد، ثم بعد ذلك يذكر الطبقة الرابعة، طبقة أبو منصور وأقرانه، يعني إيه، وبيقول إن هم كانوا على هذا الرأي. وبعدين بيذكر أبو منصور رحمه الله فيقول إنه ولو لم يكن فيهم، بعد كلام طويل طبعا، منه: ولو لم يكن فيهم إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله الذي غاص في بحور العلوم فاستخرج دررها وأتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه وجودة قريحته غررها، حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم أن يكتب على قبره حين توفي رحمه الله: هذا قبر من جاد العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع في نشره وإقباسه، فحمدت في الدين آثاره، واجتني من عمره ثماره، فرحمه الله تعالى. وهو الذي تخرج عليه الفقيه أبو أحمد العياضي في أنواع العلوم، إلى آخر ما قال. يبقى إذن أبو المعين النسفي هنا كانت قضيته إيه؟ كانت قضيته هنا إنه يريد أن يقول إن القول بالتكوين ليس قولا حادثا في الملة كما يدعي بعض الناس، بل هو قول مروي عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن محاسن الأقدار إنه هذا النص الطويل الذي يذكر فيه أبو المعين النسفي أئمة الحنفية الذين قبل أبو منصور الماتريدي وأبو منصور الماتريدي والذين جاءوا بعد أبو منصور الماتريدي، من المحاسن التي قدرها الله عز وجل إن هذا النص هو أقدم نص فيه الترجمة للإمام الماتريدي، يعني لا يوجد نص أقدم من هذا ترجمة للإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. فكأن هذه القضية اللي هي القضية التي عرف بها المذهب الماتريدي واختص بها المذهب الماتريدي كانت هي الدافع الذي هيأه الله سبحانه وتعالى ليترجم الإمام أبو المعين النسفي في نص نفيس للإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. سنقف هنا يا أيها الإخوة، ولن نطيل عليكم أكثر من ذلك، لنبدأ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في مسألة مهمة أيضا من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة الرؤية، لنقف فيها أيضا على خلاف آخر من الخلافات القائمة بين علماء أهل السنة من الأشاعرة
والماتريدية، وستقفون في هذه المسألة على أن السادة الماتريدية رحمه الله يقدمون النقل على العقل، ليس كما يدعي كثير من الناس. ستقفون عند دراستكم المسألة القادمة إن شاء الله أن الماتريدية سلفية، وأن هؤلاء القوم يقدمون النقل على العقل إذا تعارضا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو حد من حضراتكم عنده سؤال يتفضل. بارك الله لكم مولانا وجزاكم الله كل خير. سؤال لحضرتك، أنا سمعت حضرتك كنت في سمرقند تقريبا، فسألوك عن الإمام أبو المعين النسفي، هل هو أبو المعين؟ أبو المعين أنا ضبطتها، أنا كنت بقول زمان برضو أبو المعين وبعدين ضبطتها إن هي أبو المعين بفتح الميم. أيمن ماذا عندك؟ كان في سؤال مولانا من يعني المحاضرات بتاعت اللي هو الخاص بمذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الماتريدي في المسألة. يعني إذا كان مذهب مولانا أبو حنيفة هو إن صفات الله كلها قديمة وأزلية، فليه توقف كما أورد يعني الإمام الصابوني إنه لا، صفة الكلام نقر بها ولكن ما نقولش إذا كانت قديمة أم حادثة، مخلوقة أم غير مخلوقة؟ لا، هو ما قالش قديمة أو حادثة. يعني هل الحكاية فيها لا نقول قديمة ولا حادثة، ولا الحكاية فيها لا نقول مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة أو غير مخلوقة، لأن تفرق، لأنه صفة الكلام قديم دي ما فيهاش كلام. يعني لا يمكن فيما أعتقد أنه يرد عن أبي حنيفة قوله لا نقول قديمة ولا حادثة، لكن الحكاية فيها لا نقول مخلوقة أو غير مخلوقة، صح كده؟ وبرضو نراجع القول بتاع أبو حنيفة، لأن أنا لو كنت مليتكم القول ده صحيح؟ مظبوط. طيب، لا نقول مخلوقة أو غير مخلوقة، ما فيهاش حادثة وقديمة، لأنه كونها قديمة دي مش محل خلاف، كون إن صفة الكلام قديمة دي مش محل خلاف، واضح؟ طيب، لماذا قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ لأبو حنيفة في هذا الموقف المحدد الذي رويت فيه هذه الكلمة كان يريد أنه يقطع الجدال في هذا الأمر. هل معنى ذلك أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان لا يرى الجدال في أمور العقائد مثلا؟ لا طبعا، لأن الإمام أبو حنيفة ثبت عنه أنه قبل أن يشتغل بالفقه ويتفرغ للفقه اشتغل بعلم الكلام وناظر فيه سنوات عديدة جدا، حتى أنه ذهب للبصرة لمناظرة الفرق المختلفة أكثر من 20 مرة. فربما كان في هذا الموقف يريد أن يقطع فيه الكلام ولا يريد أن يتعمق فيه. طيب، ولو افترضنا جدلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني لم يخوض في هذه المسألة، هل عدم خوضه في هذه المسألة يعني أنه قال بما يقوله مثلا المجسمة أو الحشوية أو المعتزلة؟ لا، الذي يفهم من صنيع أبو حنيفة رحمه الله كما الذي يفهم من صنيع السلف رحمهم الله أنهم يقولون بالأقوال التي يعني المنضبطة التي يقولها علماء أهل السنة. بمعنى آخر، السلف الصالح ما وردش عنهم جميعا مثلا تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، بل ورد عن بعضهم زي سيدنا عبد الله بن عباس في تأويل الساق، والإمام البخاري مثلا في تأويل ضحك الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. لكن العلماء لما جمعوا أقوالهم استخلصوا منها خلاصة. ما هي هذه الخلاصة؟ الخلاصة هي إن المعاني الظاهرة التي توهم مشابهة الله للمخلوقات هذه في اتفاق من السلف على نفيها. طب جابوا ده منين؟ ما هو ما حدش منهم عبر بكده، ما حدش منهم قال كده صراحة نحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظاهر غير اللائق. مش شرط يعبر، هذا هو المفهوم من أحوالهم، هذا هو المفهوم من القرآن، هذا هو اللائق بعلومهم. فإذا كان هذا هو اللائق بأحوال السلف أنهم لا يشبهون الله بخلقه،
أنهم يؤمنون بالقرآن وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا كان بعض الصحابة ورد عنهم التأويل وصرف ما لا يليق بالله عن الله سبحانه وتعالى، فإذن يصح لنا أن نقول إن موقف السلف الصالح رضي الله عنهم كان صرف هذه الظواهر عن صرف هذه الآيات عن ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله للمخلوقات، حتى وإن لم يرد عنهم واحد واحد عبارة صريحة بنفي هذا. فالذي يجعلنا نقول ذلك هو أن هذا هو اللائق بأمثال هؤلاء، وهذا هو المستنبط من علومهم ومن إشاراتهم ومن كلماتهم، لأنه أي قول غير كده هيكون باطل. فإذا افترضنا أن أبو حنيفة قال هذا القول في هذا الموقف ولم يخض في تفاصيل المسألة، فالذي يظن بأبو حنيفة رحمه الله أنه لو خاض في هذه المسألة أو إذا اضطر الخوض في هذه المسألة كما اضطر من جاء بعده من أصحابه لقال بما يقوله أصحابه، خاصة أنه لا خلاف أبدا في أنه الأوراق حادث، لا خلاف أبدا في أنه كلام القارئ للقرآن حادث، لا خلاف أبدا في أنه صوت القارئ حادث، لا خلاف أبدا في أنه القارئ نفسه حادث. فأنت إذا جيت وقلت لأبو حنيفة يا أبا حنيفة أنت لا تريد أن تقول القرآن قديم أو حادث، لكن أنا هسألك سؤال صغير وهو هل قارئ القرآن قديم أو حادث؟ يقول لك حادث. هتقول له طيب هل ما صدر عن هذا الحادث حادث ولا قديم؟ يقول لك حادث. يقول لك طيب الكلام اللي اكتتب عليه المصحف قديم ولا حادث؟ يقول لك حادث. فهي حاجات كلها عقلية منضبطة بديهية لا يمكن لأمثال أبو حنيفة إلا أن يجيب بهذه الأسئلة. فلذلك حتى وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يخط في هذه المسألة وأجاب بهذه الإجابة في هذا الموقف، فالظن به وبأمثاله أن تكون هذه إجاباتهم وهذه آراؤهم. أضف إلى ذلك حاجة مهمة جدا في فهم المذاهب يا سيد أيمن، وهي أنه لا يشترط في مذهب من المذاهب إنه إمام المذهب يقول كل تفاصيل المذهب، وإلا ما فائدة أجيال العلماء اللي هتيجي من بعديه؟ الإمام وظيفته أو إمام المذهب وظيفته إنه بيضع أصول للمذهب. يعني ما الذي جعل الإمام النووي شافعي مع إنه رجل مجتهد؟ الذي جعله شافعي إنه مشي على الأصول التي وضعها له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو لا يخرج في اجتهاده عن أصول الشافعي، فعشان كده قلنا النووي شافعي. فنفس الكلام في العقيدة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وضع أصولا في فهم نصوص القرآن والسنة المتعلقة بالعقائد، سار على هذه الأصول أصحابه والذين أبرزهم الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، ومن ثم صح نسبة هذا لأبو حنيفة حتى وإن لم يقل به أبو حنيفة. طيب حتى إذا افترضنا، يعني هسلم جدلا إنه يصعب إن احنا ننسب هذا لأبو حنيفة، إن احنا نقول إنه القرآن، إن احنا يعني إيه أبو حنيفة ما ينفعش يقول والله القرآن حادث ولا قديم، وبعدين احنا نقول ده القرآن فيه القرآن الذي يصدر عن القارئ والأوراق التي كتب عليها حادثة، أما كلام الله فقديم، ونفرق بين القرآن الذي هو كلام النفس وغيره وكذا. حتى لو صح جدلا إنه لا يصح نسبة هذا لأبو حنيفة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحد من علماء الأمة، ويصح لغيره أن يجتهد في دين الله سبحانه وتعالى وفي فهم نصوص القرآن والسنة، خاصة أن العقائد ما فيهاش تقليد، العقائد ما فيهاش تقليد. العلماء الذين جاءوا بعد أبو حنيفة ليسوا تابعين بالمعنى الحرفي لأبو حنيفة، وإنما هم وافقوا أبو حنيفة يا سيدي، زي بالضبط كده في المذاهب الفقهية بالضبط. لما تيجي الواحد زي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى تسأل السيوطي هل أنت شافعي؟ يقول لك لا أنا مش شافعي، أنا وافقت الشافعي، وافق اجتهاده اجتهادي. فإذا العلماء المجتهدين الذين جاءوا بعد الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإن وافقوه فموافقتهم له لا تعني تقليد أعماله، وإنما اجتهدوا في ضوء أصول معينة قد يخرجون أحيانا عن ما يقوله الإمام أبو حنيفة، ولا يلتزمون ما يقوله حرفيا لدواع دعتهم إلى ذلك. يعني ربما الإمام أبو حنيفة لم يرد الخوض في هذه المسألة لعدم وجود الداعية، فإذا وجدت الداعية هل يقال بعد ذلك إنه والله إحنا مش هنقول في المسألة دي حاجة لأن أبو حنيفة ما قالش؟ لا، إذا وجدت الداعية نتحدث، لأنه أبو حنيفة نفسه
تكلم في أمور لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لوجود الداعية. طب أمال أبو حنيفة بناء على إيه اتكلم؟ بناء على الأصول التي فهمها عن الصحابة رضي الله عنهم، التي هي أصول فهم القرآن والسنة أيضا. فهذه الأصول ورثها ثم أعمل فيها عقله وبما فتح الله سبحانه وتعالى بها عليه. فما فعله أبو حنيفة مع فقه الصحابة هو ما فعله أمثال الإمام الماتريدي مع فقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وتبقى عندنا مسألة مهمة لا ينبغي أن هي تغيب عننا أبدا، وهي مسألة أن الآراء بيتتابع عليها أجيال من العلماء. يبقى عندنا مسألة مهمة جدا برضو، وهي مسألة الإجماع، والأمة معصومة بإجماعها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في مجموعها، ولما بنقول الأمة يعني علماء الأمة، الأمة في مجموعها أشاعرة وماتريدية، والأشاعرة والماتريدية الاثنين اتفقوا على التفرقة بين كلام الله سبحانه وتعالى النفسي الذي هو قديم، وبين الأوراق وصوت القارئ والقارئ وكذا إلى آخره، وقالوا إنه حادث. هذا اتفاق بين الأشاعرة والماتريدية، فصار إجماعا. والإجماع دايما لما تيجي كده تقرأ في كتب أصول الفقه عن الإجماع، هتلاقي إنه المعتبر في الإجماع إجماع المتخصصين. يعني لو مسألة فقهية يبقى الفقهاء، لو مسألة في النحو يبقى النحويين، لو مسألة في الحديث يبقى المحدثين، طب لو مسألة في العقائد يبقى العقائديين أو علماء العقائد أو المتكلمين، فإجماعهم هو المعتبر. طيب تعال نشوف بقى الجماعة العقائديين أو الجماعة بتوع علم الكلام ماذا قالوا في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فرقوا، هنلاقي إن الأشاعرة والماتريدية متفقين على التفرقة بين كلام الله النفسي الذي وصفوه بأنه قديم والذي جعلوه هو صفة الله اللائقة بذاته، وبين الكتابة في الأوراق وقراءة القارئ ونحو ذلك، وقالوا إن هذا كله حادث. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا مولانا. جزاكم سيدي. طيب نلقاكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.